السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كشفت فحوصات المخدرات التي أجرتها وزارة الداخلية وجود الكثير من المتعاطين في صفوف القوات الأمنية، ما يؤكد أن ظاهرة انتشار المخدرات في جميع الوزارات مستفحلة ولا تستطيع الحكومة إخفاءها. وتؤكد تقارير دولية ارتفاع أعداد المتعاطين من القوات الأمنية، حيث أشار تقرير للأمم المتحدة أن 6 من بين كل 10 منتسبين يتعاطون المخدرات. واتهم نوابنا الوزارة بتقديم أرقام غير حقيقية لنسب التعاطي، وطالبوا بالتعاقد مع شركات مختصة لمنع التلاعب بالفحوصات. في غضون ذلك يؤكد محامون من مدينة البصرة الحدودية مع إيران والتي تعاني من انتشار المخدرات أن القانون يحاسب الموظف بعقوبات تصل إلى حد الفصل من المهنة في حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة. واستعرض المحامون المواد القانونية التي يحاكم بموجبها متعاطو المخدرات، محذرين الشباب من الوقوع بفخاخ عصابات الاتجار بهذه الآفة الخطيرة. دعونا نشاهد. نصت المادة 32 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 على كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة بنية التعاطي، وكانت العقوبة هي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار عراقي على كل من تثبت أو تكون في حيازته مواد مخدرة بنية التعاطي. نصت المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع المواد المخدرة بقصد أو نية التجارة. هنالك من تمت محاكمته وفق أحكام المادة 28 من موظفي ومنتسبي الدولة والمواطنين العاديين، مما تسبب فصلهم من هذه الوظيفة وفقد مكانتهم الاجتماعية بسبب هذه القضية وهذه المادة. أنصح كافة شبابنا أولادنا الابتعاد عن كل ما يؤدي بهم إلى هذا الهلاك من المواد المخدرة، وكذلك من أصدقاء السوء الذين هم يقومون بتعاطي المواد المخدرة أو شرائها أو بيعها. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. قام أحد المطلوبين بتهمة تعاطي المخدرات بالاستيلاء على سلاح دورية للشرطة كانت تحتجزه داخل إحدى سياراتها في حي الجامعة قرب مول أبو طلال، حينما تركه عناصر الدورية للتبضع ليقدم على إطلاق النار على المواطنين والمارة قبل أن يلقي عليه القبض عناصر الدورية مجددا، في مشهد يبين حجم الخطر الذي تتسبب به المخدرات وتهديدها للسلم والأمن في العراق. لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. بعد عام 2003 صنف العراق من البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بكثرة، لا سيما في مدن جنوب البلاد مثل البصرة ومدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار بسبب قربها من إيران وسيطرة الميليشيات على الوضع الأمني فيها. وبحسب تقارير صحفية فإن المخدرات في العراق إحدى المصادر لتمويل الميليشيات من خلال تهريبها عبر الحدود، خاصة مع إيران وسوريا في ظل سيطرة شبه تامة على المنافذ الحدودية. في هذه الأثناء
ضبطت المنافذ الحدودية مسافرا إيرانيا بحوزته 3 كيلوغرامات من المواد المخدرة في مطار النجف، في مشهد بات مألوفا بشكل كبير للمسافرين القادمين من إيران، فضلا عن عمليات التهريب الكبرى التي تجري عبر الحدود. لنشاهد. ما راح تضل لا شرقيه ولا غربيه. ما راح نزق منها. انتبه لوينه. والله نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو موسى يقول: عاشت المقاومة الإيرانية، والضابط أكيد راح يتعاقب لأن لزم المهرب. حسن يقول: هسه اللي لزموه أما طرد أو نقل أو عقوبة شديدة تخليه ما يندق بأي إيراني. تعليق من حسين علي الطائي يقول: اللهم انتقم من كل واحد يصدر ويروج هذه السموم للشعب العراقي بحق محمد وآل محمد انتقاما عاجلا وليس آجل، ودمرهم تدميرا. شاهين يقول: الجمهورية المخدراتية الكريستالية الإيرانية. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا الآن السيد أبو برهان من الأنبار، تفضل يا أبو برهان. أبو برهان هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال للأسف مع السيد أبو برهان من الأنبار، أرجو منه يعاود الاتصال مرة ثانية. طيب، ننتقل الآن مشاهدينا إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الفقرة. تعد ظاهرة الاستيلاء على الأراضي من قبل مافيات مرتبطة بالأحزاب والميليشيات هي واحدة من أبرز المشاكل بعد عام 2003، في ظل عجز القضاء الحالي وربما تواطؤه مع تلك الجهات في إيقاف حلقات هذا المسلسل الخطير. في بغداد تفجرت مشاعر الغضب في حي زيونة بعد تواجد مجاميع مسلحة مدعومة بعجلات عسكرية وآليات ثقيلة، حينما حاولت تلك المجاميع الميليشياوية الاستيلاء على أرض مجاورة لمركز السلام للعلاج الطبيعي، الأمر الذي استدعى منتسبي المركز للوقوف بوجه هذه القوة ومحاولة طردهم. لنشاهد. مصادمات بين المنتسبين لحماية المركز من قوة مجهولة، تأتي بسيارات عسكرية وشفالات ووقفوا بوجهها حماية المركز والمنتسبين كدرع بشري، وهاي السيارة رقمها عارف الإعلام مالك للصحة. وين هذا المستثمر؟ وين؟ نستمر مشاهدينا مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، لكن نبقى في العاصمة بغداد، إذ اشتكى رياضيون في منطقة كامب سارة من استيلاء متنفذين في أمانة بغداد على الملعب الموجود في المنطقة وبناء دار سكنية فيه، في خطوة عدوها تجاوزا على الرياضة ومصادرة لأحلام الشباب واستهدافا لأراضي الدولة المخصصة لهم. لنشاهد. نحن لجنة كامب سارة الرياضية لحي الرياض والوحدة، نناشد السيد أمين بغداد المحترم بإنقاذ ملعب كامب سارة من الإهمال والتجاوز من قبل أمانة بغداد، وبناء دار سكنية داخل الملعب لأحد موظفين الأمانة من قبل المدير أستاذ علي. نرجو من أمين بغداد إنصاف الشباب لأنهم مستقبل العراق.
علما ان الملعب مسجل في سجلات وزارة الشباب والرياضة قبل سنة 2003. نستمر مشاهدينا الكرام مع مقاطع ضمن هذا الملف. من بغداد ننتقل إلى مدينة كركوك مركز محافظة التأميم، إذ اشتكى أهالي حي عدن في كركوك من تعرضهم للظلم بعد إجبارهم على ترك منازلهم وتهديمها بسبب سياسة إجراءات ما يعرف بالاستثمار التي تستهدف كل العائلات ومنازلهم على حساب المساحات الخضراء في مدينة كركوك. لنشاهد. الطبقة المسحوقة هذول رايح يشيلون ويذبون بالشوارع وياخذون بيوتنا، لان ما في الله رحمه. يا روح علي على اي دائره ما يسمع كلامنا، كل هويه الاستثمار، والاستثمار كله مخالفات ويدرون به، يدرون به ما حد يستنجدنا جعل. واحنا طلعنا هسه اعتوازينا، طلعنا مظاهرات اليوم تنفذون باشر وعقب وشهر رايح نصب خيم ونبات بالشارع احنا وجهالنا ونساوينا. اتصالكم راح يكون مفتوح؟ اي والله احنا نريد اي والله منكم وتوصلون صوتنا، صوت المظلوم. احنا العراقيين ترى كثير بينا مظلومين، فاحنا الظالم ما يعرف هذا الفقير، يعرف مصلحه نفسه. فيا مكان تروح عليه هو وياه، ما حد يقول له يابا ترى انت على خطا، انت ما نفذت الاستثمار بصوره صحيحه. ولا هاي كلها شوف شكاوي انا موديها لكل الدوائر، ولحد الان ما محصل على كل شيء. كل واحد براسه خيره، من كركوك البغداد الاربيل السليمانية كل من شريف على وشه. اي والله احنا مظلومين، احنا سكنت هي من الثمانينات احنا سكنت، وهذا جه هسه عين الاطفال اللي ما يخافون الله لا صمنا رمضان ولا عيدنا. احنا واطفالنا يوميا مهددين يريد شهرنا، ما خلينا مكان ما حد يلف. حسبي الله على كل ظالم. نبقى مشاهدينا الكرام مع هذا الملف، ننتقل إلى مقطع آخر. خلافا للتعليمات الوزارية المتعلقة بتمليك الأراضي الزراعية التي ادعت حكومة محمد الشاع السوداني تطبيقها حينما تولى السلطة، أقدمت قوة حكومية برفقة آليات بلدية النجف على هدم عدد من الدور المشيدة على الأراضي الزراعية وبالقوة دون مراعاة لسكانها من الطبقة الفقيرة، في مشهد يعيد للأذهان مرة أخرى ما حصل قبل ثورة تشرين حينما كانت عمليات التهديم بمثابة إحدى الشرارات الممهدة للثورة. دعونا نشاهد. الآن في محافظة النجف تهديم الأراضي الزراعية. هاي القوة وداها المحافظ، فلشوا بيوت العالم، محافظ النجف فلش بيوت العالم، هاي كل القوة جت على تفليش الناس. هاي القوة دزها محافظ النجف، هاي القوة دزها محافظ النجف تفليش الزراعي. شاهد بعينك، شاهد. هاي القوة دزها محافظ النجف. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو حمزة يقول: حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، قادرين بس على الفقير يا خونة. تعليق من ثائر يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، اشتردون من الناس الفقراء. أحمد حسين يقول: ما يخالف عيني ما دام ما يقول علي ولي الله قابلين، خلي يفلش وخلي يدس قوة. حيدر يقول ويقول لك تعال احترم القانون، وهو القانون هيك يتعامل بهمجية ويا الناس الفقراء، حسبي الله ونعم الوكيل. معنا الآن السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين استاذ العزيز، هسه هو من حيفلش هاي الدور الباب والزراعي، نعم. ما مختلفين. زين البديل اللي راح ينطيهم اياه شنو؟ ماكو بديل. تشريد بالشوارع؟ زين اللي شرد بالشارع تجي هم يقولون قوات حكوميه تجي تشيلهم. زين يبني بيت يريد يسجن هو وعائلته ما يخلوه، زين نعم. الحل شلون؟
الحل شلون؟ الحل شنو يخلون العالم دايحة مع احترامات للناس الطيبة؟ ليش ما وفروا منازل أو مشاريع سكنية بتسهيلات بتقسيط للمواطنين أصحاب الدخل المحدود ينقلوهم بيها وبعدين تعال زيل وفلش مثل ما تريد؟ أستاذ العزيز العالم ما تيد بناء خلينا نقول من الدولة. الدولة يقول لك خل بس تعوفني بحالي. خل تعوفني بحالي. يعني هسه اكو ناس يقول لك خل تعوفني بحالي، شلون اريد اعيش خل اعيش. ما تيد تنطيني انت ما تنطيني انا ادبر وضعي. يعني انت لا تخلي يدبر وضعه. لا تدبر له وضعه انت. يعني محاربة بس ماكو شيء. يعني انت من هيك مرجلة يا محافظة النجف. هاي المخدرات والحشيشه وكل هاي العطب من برا نعم. تقدر تقول عطب من ايران من اسيادك ما يقدر طب ما العفو ما يقدر يقول طبت من ايران يعني انت من هيك مرجله قول ايران سدت المي عن العراق روافد تنزل على العراق تقدر تسولف ما يقدر تسولف لان طيب بس حتى سيد ابو عبد الله حتى لا نتوسع بالفكره انا بس عندي سؤال بموضوع طرد الناس من مساكنهم والاستيلاء على الاراضي القانون وينه بقضية التجاوز على الأملاك العامة على أملاك الدولة أو على الأملاك الخاصة المتعلقة بالناس هذا القانون اللي يطبقه أستاذ العزيز يقولون حلال علينا حرام عليكم هاي ماكو فتوى عينطوها لنفسهم هم عليهم حلال يعني هسه هم من يجون يطلعون ماكو اجتمع قائد الكتلة الفلانية في داره نعم. الدار ماله مين هو هذا الدار ماله عمي هاي كلها تابعة ديوان الرئاسة نعم. ما عنده بيت هو جاء من برا أخو جاء ماكو أبطارك بشداشته أبطارك بنطرون التشاني مشقق التشاني شحد بيه غادي يعني هو نعم. البنوه شنو خلي يبنون مسجد صغير هذا المسجد مو جامع مسجد يا عمي دمروا العالم طبعا العالم. الحديث الدائر سيد أبو عبد الله على محاسبة مصطفى الكاظمي ومحاولة استدعائه وغيرها من هاي الأمور وشنو عن ماذا عن بقية رؤساء الحكومات السابقة اللي كل واحد منهم متورط بقضايا المفروض يعني يتحاكم عليها والمفروض يتحاسب ليش كلها براس مصطفى الكاظمي اللي أيضا لا يبرأ لكن ليش بس الكاظمي والبقية البقية لا كش ملك نور زهير وين نور زهير بدبي لا احنا بعيد عن ذولا بعيد عن اللصوص الصغار خلنا نتكلم عن اللصوص الكبار رؤساء الحكومات السابقة اللي في زمنهم سرق البلد ودمر وانتشر به الإرهاب والمخدرات والميليشيات ذولا وينهم عن المحاسبة؟ حد يحاسبون أستاذ العزيز يعني أكو وقت الحكم بيه المالكي أكو شغلات طبت من برا خلينا نقول تجهيزات زراعية أو سيارات وقتها مال السلاح اللي فيها طبعا هي موجودة قبل الاحتلال موجودة برا قبل الاحتلال من طبت لأن هي مشحونة قبله جاء الاحتلال القذر الاحتلال الامريكي من طبت وقت المالكي والله المالكي استورد شو استورد المالكي هي فلوسها مدفوعه قبل 2003 طيب نعم قبل 2003 عمي هذول جو هذيك ماكو من جهه هذيك شلون خلينا نقول صارت صفقه اعلانيه الى للمالكي خلي طبوا هسه من برا الشيء المالكي نعم. محمد الشاع السوداني البارحه يقول ننطي للفلح مرشات شو يريد ينطي يعني هسه عندنا بقضاء صلاح الدين 1500 فلاح نعم. طيب أنا أشكرك سيد أبو عبد الله من صلاح الدين شكرا جزيلا للمشاركة ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا ضمن هذه الفقرة ونأتي إلى طرق الموت في العراق هذه التسمية لا تطلق على مناطق ساخنة أو فيها قتل على الهوية وإنما أصبح هذا المصطلح شائعا في العراق ويطلق على الطرق الخارجية التي أصبحت طرقا للموت بسبب رداءتها وتحفرها وعدم وجود صيانة لها وأصبحت أخاديد ومطبات كبيرة يتفاجأ بها السائق الذي يكون عادة يقود السيارة بسرعات عالية تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة وهذه أيضا مشكلة من مشاكل القيادة في العراق في الطريق الرابط بين ذيقار والمثنى وتحديدا في منطقة القطيعة تنتشر الحفر وتغيب الإشارات المرورية والإنارة ما يتسبب بحوادث مميتة دعونا نشاهد اليوم احنا على السريع الدولي هنا مثل ما شاهدون هذا الشارع هو على القطيعة فاليوم شفنا هذا الشارع فالشباب وقفوني يبدون يشوفون شنو اللي جاي يصير هاي مسؤولين رئيس وزراء قاعد يجون الناصرية مدخل الناصرية هاي مداخل الناصرية
صندوق الاعمال. هذا ما خصم محافظة قار، ما شلون وين وين مدير الطرق وجسم محافظة قار. تعال ادخل، تعال منا حول منا فيهم منا. شارع كله محفر، شارع كله محفر، ماكو مسؤول يجي، ماكو مسؤول يجي. بحيث تعالي يا محافظ قار قاعد تشوف هاي الشوارع كلها محفرة، شوف هاي الشوارع كلها محفرة. نقل معاناة. يعني انتم ما تجوا مسؤولين حسب الغسق شوف هاي الشوارع محفرة، ما تجي تشوفون انتم هاي الشوارع كلها محفرة. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. تعد الطرق الخارجية والطرق السريعة واحدة من أهم مظاهر البلد وواجهاته الحضارية، حيث أن الطرق هي أول ما يواجه القادم إلى البلد، ومن خلال جودة وسلامة الطرق لأي بلد يمكن أن تحكم على مدى تطور ذلك البلد وتحسن مستوى الخدمات فيه. فجزء كبير من المسؤولية هي مسؤولية الدولة تجاه المواطن بتقديم الخدمات وحماية أرواح المواطنين من خلال طرق جيدة وبمواصفات عالمية تؤمن انسيابية عالية لحركة السيارات على هذه الطرق، وتكون مزودة بإشارات وعلامات مرورية تحدد السرعة والحمولات على هذه الطرق. إلا أن المشهد مختلف في العراق الذي تحولت طرقه الخارجية إلى طرق موت كما أسلفنا، في ظل غياب لسيارات الإسعاف والمستشفيات على هذه الطرق، الأمر الذي يفاقم من معاناة المصابين بحوادث السير ما يتسبب بوفاتهم بسبب الساعات الطويلة التي تستغرق عند نقلهم لأقرب مستشفى. دعونا نشاهد هذه المناشدة ونستمع لها من الطريق الرابط بين ذي قار والمثنى بشأن إنشاء مركز للإسعاف الفوري للتقليل من مخاطر حوادث السير على أرواح المواطنين. الكل يعرف الطريق السريع اللي هو بين محافظة ذي قار ومحافظة المثنى، أغلب الحوادث وأغلب العوائل اللي تتعرض إلى حوادث مرورية ويوميا العشرات من الضحايا نتيجة إلى طول الطريق بين محافظة المثنى ومحافظة ذي قار. اليوم مقترح للسيد محافظ ذي قار ولا أعضاء مجلس النواب العراقي باسم أبناء محافظة ذي قار المطالبة بأن يكون لدينا مركز للإسعاف الفوري، مركز نموذجي، إنشاء مركز نموذجي للإسعاف الفوري بالقرب من مدخل مدينة الناصرية، بالقرب من مدخل مدينة الناصرية، على أن يكون مركز نموذجي وصالة للطوارئ لإسعاف هذه الحالات، لإسعاف حالات الحوادث اللي تحدث على الطريق، طريق ناصرية مثنى. نتابع مشاهدين التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. وسام يقول أغلب الحوادث على هذا الطريق وتاركينا لا رادار لا دورية لا إسعاف، تايه، إهمال حكومي كبير. تعليق من نور الدين يقول آخر شيء يفكرون به وحياة الناس لأنها لا تعنيهم، سياسي الصدفة. أحمد يقول دائما حوادث في هذا المكان بسبب الطسات. وتعليق لدينا من عدنان يقول كل سيارة تتداور وتنتقل ملكيتها يأخذون فلوس طرق وجسور، وكل عقار يتداور وشارع مبلط يأخذون فلوس التبليط، وين تروح هاي الفلوس؟ وفوقها ميزانية للطرق والجسور من فلوس النفط، كارثة. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله يا أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف كبلدنا العراق وبغداد كل محافظاتنا أنه بالثمانينات بالعهود السابقة، يعني من كان زارها المرحوم الشيخ زايد، نعرف انه العراق كان من شوارع جميله ومن افرع يعني الجميله، كانت الامارات وبعض الدول الخليج يتمنون ان يكونون العراق مثل يعني دولتهم مثل العراق. فكان العراق جميله بشوارعه، جميله بسكانها، جميله ببيوتها، جميله باثارها، جميله بصناعاتها، بمعاملها، كل هاي الامور جمال انه احنا عراقيين ما ننسى بلدنا من كان والى كان. انه واليوم بعد 2003 يا ابو عمر،
بعد 2003 استاذ محمد احنا كعراقيين للاسف صارت اسوأ بغداد، كل الامور انشالت عندنا، البنى التحتيه، الاثار، الابنيه اللي كانت تهنى وناسنا واجدادنا، الشوارع اللي كان كنا نروح بيها بمان من نطلع الموصل اما نطلع البصره ام نطلع الدقار ام اي محافظه كنا نطلع، فكانت طرق امان، احنا نقدر نقول ماشيين واحنا مغمضين يعني بصوره عاميه عراقيه، فما كنا نصدف انه طسات عندنا شوارع متحفره. اليوم شنو يعني الوضع يا ابو عمر؟ اليوم استاذ للاسف انه الشوارع بعد مرور اكثر من 30 سنه 40 سنه انه بعد حكومات الاحتلال اللي حكمت العراقيين ما يعني يعني رممت الشوارع، ما عادت البنى التحتيه، ما سوت انفاق، ما سوت جسور، ما وضعت خط الامان اللي كان بعد الشعب العراقي كان نسبته اكثر من 15 مليون او 20 مليون. الان الشعب العراقي اللهم يحفظهم ويحفظ امه الاسلام اصبح العدد سكان 40 مليون نسمه، يعني هاي الشوارع كثرت وكثرت اهلها وكثرت ناسها وكثرت السيارات وكثرت سيارات الحمل اللي صار قاعد يستوردون، فهاي للاسف اراد لها ناس مختصين انه وزن الشارع وثقل الشارع على مود انه يعني من يعتبر شارع شارع مهم تمر عليه السيارات. للاسف الحموله اللي قاعد نشوفها حموله اكثر من الزياده واكثر من طاقتها، فالشوارع يعني قاعده تنداس عندنا وقاعده تتحفر بسبب الاهمال الحكومي، مديريه الطرق والجسور، كل هاي ما جاي تعبد وما جاي تواصل، فتلاحظ يعني فلوس الجبايه يعني يا ابو عمر، فلوس الجبايه اللي تاخذ من سائقي السيارات، الغرامات المروريه وغيرها من هاي الاموال اللي تجبى من المواطنين اصحاب السيارات، وين تروح؟ غير المفروض تقدم بها خدمات، يعني المعروف عالميا انه من تؤخذ ضرائب يقدم بديل هذه الضرائب او نظير هذه الضرائب خدمات للناس، خدمات بنيه تحتيه فوقيه، خدمات حتى يشوف المواطن انه من يدفع فلوس الى الدوله اكو نظير اكو مقابل، الفلوس اللي تجبى وين تروح برايك؟ استاذ اكيد هذا الموضوع يعني اكثر الشعب العراقي سال مدير مرور العامه، فيعني كثير من عندنا الناس من السواق سالهم بانه هاي الاموال الغرامات وتحويل السيارات تحويل الملكيه الضرائب كل هاي الامور هو ما اعترف بها، قال هاي ما تروح انه للمديريه العامه مديريه المرور العامه تروح للمديريه للماليه تروح، طيب المالية لازم أن يكون بها ناس اتجاه إلى تتوزع إلى مديرية الطرق والجسور، يعني هم مشاريع لازم أن يكونون يخدمون بها للشعب، فما طيب. ممكن أن مديرية المرور تأخذ هالأموال هاي والضرائب يقدمها إلى وزارة المالية، وزارة المالية إحنا وزير المالية المفروض هو يتحاسب عنها، رئيس الوزراء يحاسب هاي الشوارع اللي قاعد تصير بدون إشارات ضوئية، وإحنا سنة 23 مقبلين على 24 ما عندنا إشارة ضوئية وما طيب. عندنا التزام بالمرور. شكرا يا ابو عمر. نعم انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. طبعا لا يلقى باللائمه فقط على الحكومه التي تتحمل المسؤوليه الاكبر طبعا بسبب ما يحدث من حوادث سير وغيرها، لكن ايضا هناك جزء من المسؤوليه تقع على المواطن، هناك حقيقه اهمال، هناك لا مبالاه في قياده السيارات في العراق، وكثير من الحوادث المروريه تاتي نتيجه عدم الالتزام بإجراءات السلامة، عدم الالتزام بالسرعة المحددة، أو حتى وإن كانت ليست محددة لكن على الأقل سلامة السائق، سلامة من معه من ركاب، سلامة الناس الآخرين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يقودون سيارة في الشارع. فكثير من الحوادث حقيقة تأتي نتيجة الإهمال، نتيجة الفوضوية في القيادة، وهذا الموضوع أيضا يتحمل المواطن ليس فقط الحكومة، لكن كما قلنا الجزء الأكبر تقع على عاتق هذه السلطات الحاكمة المسؤولية، لأنها لم تراعي ولم تهتم بمتانة الطرق وسلامتها ونظافتها والاهتمام بتعبيدها، وبالتالي تحدث هذه الحوادث وتتحول الطرق السريعة إلى طرق الموت. مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر لدينا ضمن هذه الفقرة. طبعا عندما تتطلب مراجعة الدوائر الحكومية أو عادة ما تتطلب مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على أوراق رسمية في العراق عدة أشهر في حال لم يقم المواطن بدفع مبالغ مالية كرشة لهذا الموظف أو ذاك المسؤول، ففي عصر الإنترنت والحكومات الإلكترونية لا يزال المشهد كما هو في العراق في ظل بيروقراطية تثقل من كاهل المواطنين. في محافظة النجف وتحديداً
في قضاء المشخاب يشتكي أبناء القضاء من انتظارهم ساعات طويلة خلال إنجاز البطاقة أو معاملة البطاقة التموينية الحديثة بذريعة عدم توفر إشارة الإنترنت. لنشاهد. مناشدة لرئيس الوزراء وزير التجارة، سويتوا لنا البطاقة الذكية جزاكم الله ألف خير ورحم الله والديكم، احنا بلد متطور لازم شوي نتطور بالالكترونيات. عامة سحوات فيه من 6 الصبح ل 6. احنا هذول المواطنين، تعال من هنا تعال ما تجون خالد ايش فيكم شاردين؟ تعال على ايش فيكم تخافون؟ شاردين اخوي شاردين والله العظيم من 6 الصبح ل 6 واقفين امام وكيل الغذائي. راحت الاشارة اجت الاشارة اجت الاشارة وراحت الاشارة والواد واقفين احنا ننتظر من الساعة 6 الصبح وليس الساعة 12 الظهر. يعني على مو زيتات وتمنات ما ياكلين الحيوان، والله ما ياكلين الحيوان. واد ما عاد قالت له تروح تجي تاخذ الزيتات شوية يعينها المعيشة. قلت كيف شنو الضحك هذا على العالم؟ شنو المهزلة هاي؟ ما سويت لكم شغلة في التبية العالم لا قسما بالله إذا ما لكم بيها حرام وفساد. والله العلي العظيم. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. في دائرة البطاقة التموينية في محافظة البصرة لا يختلف الحال عن محافظة النجف، حيث ينتظر أو يصطف طابور طويل من المواطنين لغرض التدقيق أمام موظف يعمل على حاسبة واحدة دون أن تكلف الدائرة نفسها في توفير أكثر من موظف وجهاز كمبيوتر لاستيعاب أعداد المراجعين الكبيرة. لنشاهد. شوف هاي اليوم تموينية البصرة التدقيق، حاسبة واحدة وشوف السرج طولة وشباك واحد، هاي تموين البصرة اليوم. وشوف التكييف وين خطية المواطن تدفئة خليلة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. في مثل هذه الأجواء ومع ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل الإهمال من قبل الموظفين فضلا عن المحاباة في تسيير واستلام المعاملات، لا يخلو المشهد من مشادات وتدافع بين المواطنين والموظفين كما حدث في دائرة البطاقة الموحدة بمحافظة البصرة بسبب الازدحام والبطء في تسيير المعاملات لوجود جهاز كمبيوتر واحد فقط كذلك. دعونا نشاهد. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو فاطمة يقول: بطاقة الناخب لأن تخدمهم يجيك الموظف للبيت، أما هذه البطاقة أشهر وما تحصل حق من حقوقك. أحمد يقول: بلد تايه، كل موظف يعتبر العراق ضيعة أبيه ولا يكترث لمعاناة المواطن، والرشوة سيدة الموقف بسبب ضعف تطبيق القانون. علاء المالكي يقول: عمي يا وزير الداخلية، موظفين نفوس البصرة ما يشتغلون ويشمرون على المواطن تشمر. وأبو مريم يقول: إلى وزير الداخلية، انتشار الرشوة والمحسوبية في البطاقة الموحدة في البصرة وتعامل المنتسبين مع المواطنين غير جيد. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. دعونا الآن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وردتنا رسالة من السيد أبو محمد من النرويج يشرح فيها معاناته في مراجعة أو أثناء مراجعة الدوائر الصحية في العراق. يقول: السلام عليكم، تحية لكادر قناة الرافدين قناة الشعب ولحضرتك أستاذ محمد. سبق وأن تطرقت لموضوع الصحة والمؤسسات الصحية والأطباء بالعراق، وأود أن أخبرك أني أصبت بانسداد شريان في ساقي، وبسبب المواعيد العلاجية الطويلة في النرويج سافرت إلى بغداد وراجعت طبيبا أخصائي قلب وشرايين، وعند الفحوصات ثبت وجود انسداد واحد في أحد ساقي، وأبلغني الطبيب أني بحاجة إلى قسطرة، وأبلغني أن هناك نوعين من الشبكات العادية والشبكة عادية وأجنبية. العادية غير مأمونة، أما الأجنبية فسعرها 800 ألف دينار عراقي، ولضمان صحتي اخترت الأجنبية. وبعد أن كلفتني العملية 1.25 مليون دينار، لم تمضي أيام إلا وساءت صحتي وعدم تمكني المشي أكثر من السابق. عند الفحص تبين أن الطبيب وضع لي شبكة عادية وتكسرت، وأصابتني بثمانية انسدادات في القلب وبقية أرجلي الاثنين، واستحوذ هو على مبلغ الشبكة الأجنبية. هذا هو الطب والقسم الطبي في العراق، المال أهم من صحة الإنسان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وشكرا جزيلا لكم أبو محمد من النرويج، إن شاء الله شفاء العاجل لك سيد أبو محمد. وهذه رسالة معاناة من أحد المواطنين. معنا الآن السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ. حياك الله أبو أيسر، حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ. أنا عندي قضية المتقاعدين يعني. نعم تفضل. يعني احنا صار لنا خدمة 30 سنة بالدولة العراقية، نعم. ورواتبنا ضئيلة جدا، والناشد 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 وماكو شيء، وهم مليارات يملكون ويسرقون بأموال الدولة، نعم. والشعب العراقي يطلع مظاهرات ويطلع كذا، وكل شيء ماكو، بقت على المواد الغذائية يا أستاذ. نعم. فكل شيء بالعراق راح انتهى النهب يعني. أبو أيسر، ليش ماكو عدالة بتوزيع رواتب المتقاعدين؟ يعني أكو دنلاحظ أنه أكو تفاوت ما بين الرواتب لمتقاعدين واصلين إلى نفس الدرجة الوظيفية سواء عسكريين أو مدنيين. ليش ماكو تطبيق نظام عادل بتساوي الرواتب التقاعدية لمن قضى خدمة معينة عدد سنين معين لنفس الدرجة الوظيفية؟ أستاذ أنا خدمتي 30 سنة، نعم، وعسكري بالدولة العراقية سابقا، يعني نعم. أقراني هسه طلعوا بمليون ومية راتب واني أستلم 500 ألف، يعني شوف التفاوت يعني. نعم نعم. ليش والله هذا كان أنا مش أنت أني يعني على مود والله رأس النظام أو غير النظام، أنا رجل دولة عراقية، رجل ابن العراقاني، إذا كان خدمتي بزمن هذاك النظام أو بزمن هذا النظام شنو الفرق ما أعرف أنا. نعم نعم. شنو هذا الحقد ما أدري. نعم سيد أبو أيسر، أنا أشكر حضرتك وإن شاء الله صوتك يوصل حضرتك وكل المتقاعدين العراقيين اللي يعانون من الغبن ويعانون من غياب العدالة في إعطائهم حقوقهم سنوات قضوها في خدمة هذا البلد، إن كانت في النظام السابق أو في الزمن السابق قبل 2003، وإن كانت بعد 2003 أكو معاناة من المتقاعدين العراقيين، في وقت نشاهد النائب البرلماني والمسؤول في الدولة وزير وغيره يحصل على راتب تقاعدي بعد 4 سنوات فقط يقضيها في المنصب تحت مسمى تقديم خدمات للمواطن، لكن أين هي الخدمات التي يستحق عليها هذا الراتب؟ وإن كان قدم خدمات، هل يستحق أي مسؤول الحصول على راتب تقاعدي بعد مضي 4 سنوات فقط؟ طيب ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. قال مصدر أمني إن إعلان المديرية العامة للاستخبارات والأمن عن إلقاء القبض على شبكة متخصصة بالاتجار بالنساء في منطقة الكرادة وتهريبها إلى خارج العراق لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من الحقيقة حول ما يجري بشأن تلك التجارة الشنيعة. وشدد المصدر رافضا كشف هويته بسبب حساسية وظيفته على أن تلك التجارة رائجة إلى درجة وجود من يحميها في الجهات الأمنية والقضائية بالنظر لما تدر عليهم من أموال هائلة.
في غضون ذلك حمل مراقبون حكومة السودان المسؤولية عن تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد، وذلك لتهاونها في إدارة هذا الملف، مشددين على أن المشكلة ممنهجة وتتعلق بالسلطات التنفيذية ونفوذ وقوة الجهات المتورطة بتلك الجرائم. المزيد من التفاصيل بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر وتناميها برعاية حكومية وميليشياوية في سياق الانفوغرافيك الآتي من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. طالب خريجو المجموعة الطبية دفعة 2022 بإعلان أمر توزيعهم الوزاري وإرساله إلى مجلس الخدمة وإيقاف التسويف والمماطلة من قبل الحكومة بحقهم بعد ملء الاستمارات الخاصة بهم. وتوعد الخريجون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم الأحد القادم أمام وزارة الصحة في حال الاستمرار بتجاهل مطلبهم وعدم تطبيق القانون الذي كفل تعيينهم مركزيا ودونما تأخير. دعونا الآن نستعرض معكم عددا من التغريدات مع وسم الأمر الوزاري مطلبنا الصحة 22. أكرم يقول: بعد التسويف والمماطلة من قبل وزارة الصحة بعدم إصدار الأمر الوزاري الخاص بالتوزيع، وبعد عدة مراجعات للوزارة لاستكمال متطلبات التعيين لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية، لذا وبعد الاتفاق مع كافة ممثلي المحافظات تقرر الخروج بمظاهرات كبرى يوم الأحد. سجاد يقول: بسم الله، إلى وزارة الصحة، نحيطكم علما أننا جادون ولن نتراجع عن حقوقنا قيد أنملة. المطالب الأساسية هي إصدار الأمر الوزاري الخاص بالتوزيع وإرساله إلى مجلس الخدمة، وآخر موعد لنا السبت، وإلا فإننا جاهزون من الآن وموعدنا يوم الأحد المصادف 7/5/2023. مرتضى يقول: ضمن القانون والدستور نطالب بحقوقنا، فنحن أبناء هذا البلد ومن حقنا التعيين وأخذ كافة الامتيازات التي أقرت لنا. تغريدة لدينا من بنين تقول: لا تراجع ولا توقف حتى إطلاق الأمر الوزاري. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.